مرحبا مرحبا خبي. مرحبا بك أمير. الصحة لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. دونك تخدم في نزل وتسكن في الكباريه. نحب بالله تصفيقة كبيرة برشا على وجود الكباريه. دونك عازب ماكش معرس؟ لا مانيش معرس. ما فماش حويجة هكا في حياتك؟ مستحيل. لا ما مش حويجة ما تخلي مازلنا ما بديناش. ما فماش مشروع نتاع زواج؟ لا 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 مازلنا ما بديناش نلعب ولا صافا تنفس. بالعكس ضد العرس. اليوم أول مرة تحسن ومتباري يجيب معاه ست الحبايب كلها الوالدة نتاعو. مرحبا يا حاجة. مرحبا. مرحبا يا حاجة. إن شاء الله ربي يفضلكم وبعضكم. يعيشك فضلك أنت عايش. فرحانة بيه أنت ولا إيه؟ شو ما يحبش يعرس تو؟ ما نعرفش. تعرفش عليه؟ إيه. فماش بنية باهي تحبوا يعرس أنت ولا إيه؟ نحبوا إيه ماذا بيا نشوف ولاده. ماذا بيا تسمع معاه وعايش ولدي؟ إي والله. ما مش كتشوف ما عندوش فلوس باش يعرس ولا والله ظروف والمكتوب. وهو مازال مخه مازال مش قالت لي ايه باهي مخه نشوفوا احنا كان مخه ركح للعرس ولا لا. نبداو بالاسئله البديهيه هي مع الساده المشاهدين. دونك مجموعه من الاسئله قبل ما نتعداو للتست الاصلي. باهي نبداو بالسؤال الاول. اسكو سبق انك كذبت باش تتجنب بعض الاشكاليات؟ ايه. اسكو سبق انك هربت من مكتب قبل؟ اي. باش نقرا السؤال كما هو مازلنا في الاسئله البديهيه. اسكو استمتعت قبل برفقه رجل؟ لا. هل سبق انك حسيت روحك مره على الاقل متغشش على الاخر؟ اي. هل حسيت مره على الاقل انك حزين برشا؟ اي. بعد ما كملنا الاسئله البديهيه نبداو في المسابقه نتاعنا حالا. السؤال رقم واحد. دونك الانتباه مطلوب، التركيز مطلوب منك انت خبيب، من الكرونيكور اللي حاضرين معنا زاد ينتبهوا كيف كيف معنا مع الاسئله. مع السادة المشاهدين نمر للسؤال الاول. هل انت صاحب مبادئ؟ لا. السؤال الثاني، هل سبق انك استعرت مره من امك؟ اي. السؤال الثالث، عندك اخوك اسمه حمزة، هل تمنيت له مرة انه يفشل؟ اي. السؤال الرابع، باش تقول مرتك المستقبلية على ماضيك الكل وما غير ما تخبي عليها شيء؟ لا. السؤال الخامس، هل كنت وسيط في صفقة بيع ولا شراء مواد مخدرة أو ممنوعة؟ أي. السؤال السادس، هل فكرت أنك تقتل واحد من أفراد عائلتك؟ أي. السؤال السابع، مستعد تبيع كيلوتك مقابل 100 مليون؟ اي. السؤال الثامن، هل سبق انك سرقت الذهب متاع امك باش تلبي طلبات صديقتك؟ اي. السؤال قبل الأخير،
هل تحرشت نهار بصديقة والدتك؟ اي. السؤال الأخير، هل انتحلت نهار صفة مثلي جنسي للحصول على فيزا؟ اي. كملنا المجموعة متاع العشرة أسئلة قبل ما ناخذ التقرير النهائي من عند ديتكتور دو مونسونج. أسئلة كانت محرجة أكثر من العادة وإجاباته كانت واضحة جدا بين نعم وبين لا. الوقت اللي يعطينا ديتكتور دو مونسونج التقرير النهائي، حاب نسأل الوالدة ساعة. أمي عسامة مرحبا بيك. عايشك. باه، شو اسمك حاجة؟ اسمهان. اسمهان، محلاه اسمك اسمهان. عايشك أنت يحلى. فماش إجابة بهتتك من الكلام اللي قال؟ سؤال الاخرين. سؤال الاخرين الاخر كله ظهر لك عادي مع ترجمة. عادي ما حتى كان نهار استعار منك في حالة غش. مش معناتها انت مستعدة تبرر له انه نهار استعار من ام؟ لا لا، هو قال لي استعرت من امي نهار. اي في حالة غش. مش حتى كان تحرش نهار بصديقتك؟ هذه لا، هذه لا. هو قال اي؟ حتى كان نهار سرق لك الذهب متاعك باش يشري حاجه لصديقته؟ الاجابات الكامله ناخذوها بعض لحظات من عند ديتكتور دو مونسونج. امين طرح اسئلته على المتشارك معنا في حلقه الليله من بالي ماسك. اون اتوندون باش يتمكن ديتكتور دو مونسونج باش يعمل البارامتراج ويكشف لنا اذا الاجوبه كانت صحيحه ولا لا. ديتكتور دو مونسونج اعطانا التقرير النهائي بالنسبه لي فيما يخص الاجابات الصادقه والاجابات الغير الصادقه. ما اسكو في بالك انت خبيب؟ معناتها انت الليله شوكيت برشا توانسه. بالطبيعه يا اخي، برنامجك من غير ماسك ديجا ما عنديش علاش باش الماسك. السؤال اما بصراحه معناتها كثرت شويه في الدوزه نتاع الصراحه معناتها. اي تو نفسر لك، تو نقنعك علاش. باهي، هل انت صاحب مبادئ؟ قلت لي بالطبيعه زيرو مبادئ. مقتنع بروحك اللي انت ما عندكش؟ مقتنع على الاخر من غير مبادئ. وعليه؟ هكاك عيش من غير مبادئ. فما شكون مازال يعيش بالمبادئ؟ هو فما برشا عباد تعيش بالمبادئ، ولو ما عنديش ندخل معاك في نقاش من نوع هذا، ما انت حر في الاجابات نتاعك. اغلبيه السياسيين من غير مبادئ. ما يهمنيش في السياسه، مش برنامج سياسي هذا معناتها. معناتها تعيش مع مبادئ مع عائلتك؟ لا، ما عرفش مع اصدقائك؟ لا لا مع لا، زيرو مبادئ يعني. حتى اصحابك يعرفوك هك؟ وهم مبادئهم هك. باهي، هل سبق انك استعرت من امك؟ قلت اي. باش نفسر لك، قبل ملي كانت امي تجيني للمكتب تعمل لي شوها عالمية، تبدا تجري في جرتي وعيات واحد، وقتها يبدو صحابي يضحكوا عليا، شبه امك عملتك هيك شبه كذا، احكي على البريود هذيك. فما انسان يستعار بامه؟ مستحيل. انت قلت استعار منها؟ ما عرفش. اي مستعار، قلت لي في يوم من الايام. شنو رايك انت؟ هاك الشوها اللي كنت تعمليها لي في المكتب. ما مش استعار من حاجه اخرى؟ لا لا، لا مستحيل. هي والله تنقول لك حاجه. عم. ليميت كي انت قلت قبيله تستعار منهم، كنت قلت اي ليميت عينيا دمعت معناتها. ليه هذا حديث؟ امي هذيك وهي تعرف ربي معناتها. جاب ربي طلعت كم بار كونتر، ما يستعارش منك يا حاجه، ما يسرق لك الذهب نتاعك عادي جدا. هو قال ما عندوش مبادئ. اي ما رجعت، ما شريت لها. لا لا، انا راجعين، انا جايين من بعد. تمنيت الفشل لخو حمزه قال اي. اي تحب نجاوبك؟ اي خاطر بطبيعته فاشل هو، شنو يتمنى له فاشل؟ باش نجيب حاجه جديده معناها انا؟ اي تو كي هو سامحني كي هو سامعني كيف وكانه هو معناتها رجل اعمال هو كي مش تمنى له الفشل. سي لحظه خبيب، تو هو فشل من عند ربي، قلت انت فشل. هي. وانت زدت تتمنى له معناتها. سي معناها تحطم كي تمنيت له انا الفشل. حكايه في شنو تمنيت له الفشل انت؟ في شنو تمنيت له الفشل؟ قلت له فشل ما علاش انا يسقط 80% على الدرجه معناتها؟ اي حاجه كي من هك. سألت اخوتك باش تقول مرتك المستقبليه على ماضيك الكل؟ قلت لا. بالطبيعه يا اخي. شنو ما تحبش تعرفه بالضبط؟ ماك صريح، قل. برشا حاجات. مثلا. ما نحبش تعرف علي انا معناها. اي بيان سور. ما نحبش تعرف اللي انا باغ اكزومبل كنت نخون برشا معناها. كنت شنو؟ نخون. تخون؟ اه. ما تعالي تعمل فيه تصور، مش اطعس حاجه انك تخون بصراحه. اي تسمى حاجه بسيطه يعني. بسيطه تخون. حاجه تافهه.
هل كنت وصيت في صفقة نتاع بيع وشراء مواد مخدرة ولا ممنوعة؟ هذي زاد يلزمني نفسرها سينو باش يعاوجوني بعد الحلقة. هذي في ليبيا مشيت مع رجل أعمال ربي يذكره بالخير، عمل معايا برشا باهي. وقت اللي مشيت ليبيا بعد الثورة معناها برشا مشاكل وسلاح مسيب وكل شيء، فما شكون ضغط عليا باش نمشي نكون وصيت معناها في صفقة. قلت له راني ما نجمش وكذا. قال صفقة نتاع شنو؟ صفقة نتاع مخدرات بالطبيعة. نتاع شنو؟ نتاع ورد؟ صفقة نتاع دروب. بالضغط نتاع السلاح معناها. وانت خطيك مسكين تسخف وقتها. لا والله ايش باش نقول لك؟ شيء من سلاح وشيء مني انا. هو ما نستغرب منك شيء انا بصراحة. هل فكرت انك تقتل واحد من افراد عائلتك؟ قلت اي. تي بطبيعه ساعات واحد لا لا ما تقوليش ليه بطبيعه، راهي تحكي في انت راهو ينجم يكون عند برشا عباد ماهوش عادي. تي بطبيعه لا فما برشا عباد تلقاه عادي ما هو ما يحبش يحكي، ما يحبش مثلا يقول. شكون انت؟ شكون مثلا عمي. عليه تلمو فهمتني يخدمني بتصرفاته وبكلامه وكل شيء. نتمنى اللحظه ذيك عندي فرد وينتهي الالم. حاجه شبيه عمو، شبيه عمو معاه حاجه. اسكو موافقته في الاجابه هذه ولا مانيش موافقتهم؟ معناتها في العايش ربي يفضلك عايش. موافقتهم حاجه ولا مانيش نجم نقتل العم؟ لا صحيح معناتها عمو يكره هو ماموش للدرجه اللي هو باش يقتله فهم. باه اسكو تبيع كيلوتك مقابل 100 مليون؟ قلت اي. تبيع حتى ب 50 مش 100. تظن تبيع نطيح لك في السوق. باه حاجه يعملها بالرسمي. انا نعملها على اولادي. اي على اولادك هو مش نعمل على خاطر. سافا سافا ما غير ما تبر سيبهم. سرقت ذهب امك باش تلبي طلبات صديقتك؟ قلت اي. شنو عملت بهم بالله؟ خزيت الذهب نتاع امك شنو عملت بيه؟ والله صديقتي مرضت بالكونسير تخدم معايا في الاوتيل، انا نخدم كونترول دو جيستيون والبيرو نتاعها مقابل البيرو نتاعي. مرضت مسكينه بالكونسير ما لقيتش ما نجم نعمل لها، مشيت باش نجبد فروج ما حبوش يعطوني اوتوماتيكمون مشيت. اي معناتها تو انت تسرق في ذهب الوالده باش تطلع شهم معناتها. مش شهم، باش نعاون الطفلة مسكينة مرضت. فأنت مصدقته حاجة؟ ومسامحاته. لا لا مصدقته ساعة ولا قبل؟ ساعة قال ما عندوش مبادئ ومن بعد ولا حنين، ما فهمتش كيفاه. هو ما عندوش مبادئ أما حنين. حنين إي. هذول حنين كان مع البنات اللي ما طفش. هل تحرشت نهار بصديقة والدتك؟ قلت إي. أنا هذه لازمك تفسر هذه. أكيد باش نفسر لك. تحرشت به؟ تحرشت به سهل العملية. شو احنا باش نحطوا بيب؟ ما باش نحطوا بيب. انا متاكد الولد ما بتعرفهاش الحكايه هذي. لا ما تعرفهاش. باه اعطينا الاسم باش نحطوا بيب. شكون شكون الاسم؟ مش باش يتعدى في الحلقه ما. سير. نعم سير مش باش يتعدى. مش باش يتعدى سير. اي مخي بسمع. شو ما غير ما نعاودوا نقولوا الاسم مره اخرى، شنو رايك في اللي قاله ولدك؟ ما تجيش بصراحه. تصدمت فيها الحكايه هذي؟ ما تصدمت منه هو ولا من صاحبتك الساعه؟ والله انا ما في باليش بها الحكايه و... هي الاكثريه هي صدمت. هي احنا لسه ما ماناش باش نعاودوا نقولوه مره اخرى، اما شنو تحب تقول لها؟ ربي يهديه. وشو تقولوا لي هو؟ ربي يهديه شو. هل انت حلت نهار صفة مثلي جنسي للحصول على فيزا؟ قلت اي. كيف هي. فسر لي شنو قاعد تعمل بالضبط؟ هذيك مشيت انا وصاحبي اللي علينا في ذكر اسمه ما لقينا حتى حل باش نمشيو للسفارة. دونك تفهمنا باش نلعبوا دور نتاع فهمتني شخصية نتاع انسان مثلي. وفهمت شنو باش يعمل هو بالضبط. طيب تنجم تقول لي كيفاش قلت؟ كيفاه؟ كيفاش قلت؟ ما توريني كيفاش عملت؟ معناتها انا وصاحبي. اي انت تو احسب روحك قدام الفيزا معناتها قدام السفاره وصلت قدام المسؤول، شنو قلت له بالضبط؟ نحكي مع المسؤول قلت له راهي راك تشوف فيها بلاد زيرو حقوق ما فيهاش هكا بالصوت هذا بالفاسون هذا. شنو بالصوت هذا باش نبدل صوتي؟ هي معناتها هكا مشيت طول تحكي معاه؟ اي باه اي وبجنبي صاحبي فهمته شنو باش يعمل هو بالضبط صاحبي معناها شنو باش يحكي شنو كذا. اي شنو قلت؟ تشوف فيها معناها ما عادش نجموا نعيشوا فيها البلاد هذيا ما فيهاش حقوق وما يخليوناش على راحتنا ونهار كله فهمتني هما يعسوا كل شيء كتعم زيارة وهذايا صديقي معناها نحب نخرج نواه نعيشوا لبرا في كنف المحبة والإخلاص وإلى غير ذلك.
باهي حاجة، شنو رايك؟ قام بدورة المثل. تتخيل ولدك يكون مثلي؟ لا لا لا، لطف لطف. هي تعرف ولدها. لطف. باهي. بعد ما كملنا المجموعة من الأسئلة، جاء الوقت اللي عنا تقرير كامل باش نعرفوا فيه أن هي إجاباتك الصادقة ولا لا. هل أنت صاحب مبادئ؟ قلت لا. وبعد اللي سمعناه كل ما نستغربوش. الإجابة متاعك كانت إجابة صادقة، مبروك ليك 100 دينار. هل سبق أنك استعرت من أمك مرة على الأقل؟ قلت أي. الإجابة صادقة، مبروك 200 دينار. تمنيت الفشل لخوك حمزة؟ قلت أي. إجابتك كانت صادقة، 300 دينار. باش تقول مرتك المستقبلية على ماضيك الكل؟ قلت لا. الإجابة كانت صادقة، 400 دينار. هل أنت باش نمشي للسؤال الأخراني؟ دونك فما أسئلة باش نخليهم للأخرانيين. دونك السؤال الأخراني كان، هل أنت حلت نهار صفة مثلي جنسي للحصول على فيزا؟ قلت أي. إجابتك كانت إجابة صادقة. سرقت ذهب أمك باش تلبي طلبات صديقتك؟ إجابتك كانت صادقة زادة كيف كيف. هل فكرت أنك تقتل واحد من أفراد عائلتك؟ قلت أي. إجابتك كانت إجابة صادقة. ما غير تصفيق بالله ما نجموش نصفقوا على عبد يخمم أنه يقتل عبد من أفراد عائلته. أما كمام إجابته كانت صادقة. قعدوا ثلاثة أسئلة. هل كنت وسيط في صفقة بيع وشراء مواد ممنوعة؟ تبيع كيلوتك مقابل 100 دينار. تحرشت نهار بصديقة والدتك. أنا هو حاجة تحب تعرف الإجابة متاعه كانت صادقة ولا؟ نبدأ. هل تحرشت نهار بصديقة والدتك؟ هو قال أي. تتمنى لو كان إجابته كانت إجابة مش صادقة؟ تتمنى. تبيع كيلوتك مقابل 100 مليون، تتمنى إجابتك تكون إجابة صادقة؟ تتمنى كنت تكون إجابة صادقة حاجة؟ يبيع كيلوتو؟ لا لا. هل كنت وسيط في صفقة بيع أو شراء مواد ممنوعة؟ كنت تتمنى تكون إجابة صادقة؟ لا. الإجابة على السؤال الخامس كانت إجابة صادقة. دونك حتى لتوا ضمن 500 دينار. تحرشت نهار بصديقة والدتك. قلت أي. أمك تتمنى أن الإجابة متاعك تكون إجابة غير صادقة، والإجابة متاعك كانت إجابة غير صادقة. تبيع كيلوتك مقابل 100 مليون، القول والفعل لا يتطابق. ديتكتور دو مونسونج ما عندوش أدنى شك في أنه إجابتك غير صادقة. خباي باش تروح ب 500 دينار. كهو حاجة تحبش تقول حاجة؟ ومو على الأقل طلعت فرحانة أني مش بالرسمي تحرش نهار بصديقتك. الحمد لله. أما خير 5 ملايين ولا تكون إجابته صادقة كده؟ لا إجابته صادقة، خير من الفلوس. تصفيقة كبيرة لهم الزوز. تنسويت سحري بحري ونرجعوا لباري ماسك.